ماذا نفعل بقى هنا في إذا يعني وجدت شبهة شروط. ولم توجد الشروط المشترطة أو لم توجد الأسباب أو الموانع موجودة؟ لأن سيادتك القاضي أو المفتي عندما يستنبط حكما أو عندما يريد أن يعطي حكما للواقعة المعروضة عليه، فيأتي إلى النص التكليفي، نعم. الحكم التكليفي، لكي ينزل هذا الحكم التكليفي إلى هذه الواقعة المحددة، نعم. إلى أرض الواقع، لابد أن تنتفي الموانع وتوجد الأسباب وتوجد الشروط، بمعنى أنه لابد من ربط بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي باصطلاح الأصوليين طبعا. نعم. هذا في الحقيقة عسير في مسائل الحدود، أن توجد الشروط والأسباب وتنتفي الموانع، بمعنى أن الشبهات كثيرة. إذن ماذا يفعل القاضي في هذه الحالة؟ ينتقل إلى عقوبات تعزيرية. هذه العقوبات التعزيرية تمثل الجانب الأعظم من القانون، من قانون العقوبات المصري، في أنها عقوبات تتراوح ما بين حدين، سواء في مجال العقوبات المالية أو في مجال العقوبات البدنية اللي هي الحبس. نعم. أو السجن يعني. هذه المساحة من الحد الأدنى للحد الأعلى هي مساحة تعطي للقاضي الصلاحية التامة في تفريد العقوبة. تفريد العقوبة دي نظرية جديدة في الفقه الجنائي العالمي. هي موجودة أصلا عندنا في الفقه الإسلامي منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن القاضي يستطيع أن يطبق العقوبة المناسبة لكل جريمة على حدة، ويمكن يكون متهم في مسألة ومتهم معه في نفس المسألة في نفس القضية، ومع ذلك القاضي يعطي لهذا عقوبة أشد وهذا عقوبة أخف. نعم. لماذا؟ لأن حال الجاني هنا غير حال الجاني هنا، فيميز والظروف أيضا مختلفة أو الظروف مختلفة، فيستطيع أن يفرد العقوبة وأن يعطي كل حالة ما يناسبها من العقوبات. هذا ما يتعلق بالقاضي، هناك ما يتعلق بالرقابة أيضا. فنحن إذن أمام في الحقيقة أمام قانون عقوبات هو يعني في مجمله ليس مخالفا للشريعة الإسلامية، لا في الفلسفة ولا في نطاق العقوبات المطبقة ولا في نطاق الجرائم التي ينشئها هذا القانون. قد يقال أيضا والله في القانون الجنائي في جرائم مش موجودة أصلا في الفقه الإسلامي، مستحدثة. نديك مثال مثلا اللي كتب عنها الدكتور محمود مصطفى رحمه الله تعالى، وهو أستاذ القانون الجنائي في حقوق القاهرة من قديم، يعني كتب في كتاب اسمه الجرائم الاقتصادية. الجرائم الاقتصادية جرائم متغيرة خاصة بالمعاملات التجارية والاقتصادية، بالحالة الاقتصادية. فقد يستدعي في بعض الحالات ان احنا نمنع من سلوك معين في نطاق هذه الحالة الاقتصادية، وبعد ما تزول الظروف التي ادت الى التجريم والى المنع نبيح الفعل مرة ثانية. فعلى سبيل جرائم التموين مثلا، في بعض الحالات لما يكون فيه السوق منتظم، ليس فيه احتكار، ليس فيه كذا، فلا تجد ان في تسعير، وانما عرض وطلب. العرض وطلب.